اليد ومواليد هنا 2002، توج بلقب دوري المرتبط للمحترفين بعدما تغلب على نظير فريق الزمالك في المباراة النهائية اللي أقيمت بين الفريقين امبارح. شهدت المباراة بصراحة أداء قوي جدا من جانب الفريقين، إلا أن لاعبي الأهلي نجحوا في فرض سيطرتهم وتحقيق الفوز بنتيجة هنا 33-28 لينتزع الفريق لقب البطولة. احتفل بقى الجهاز الفني واللاعبون بالفوز والتتويج باللقب اللي جاء بعد أداء قوي جدا وفي ظل كمان ظروف نقدر نقول صعبة بعد توقف هنا دام لفترة طويلة بسبب طبعا هنرجع نقول تاني تفشي فيروس كورونا. فريق النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2002 كانوا بالمعنى الحرفي للكلمة رجالة، وقدموا امبارح مباراة قوية جدا، وبطبيعة الحال استحقوا الفوز على الزمالك في المباراة النهائية. وطبعا الفوز باللقب ده في حد ذاته بيمثل دفعة كبيرة للموسم الجديد القادم إن شاء الله، اللي أكيد بيسعى من خلاله الجميع للفوز بكل البطولات. طيب تعالوا بقى نتعرف على تفاصيل مباراة الأمس وكمان نشوف إيه الاستعدادات. لا مش هنلحق نشوف لأن للأسف التليفون لسه مش جاهز، كان المفروض يكون معانا على التليفون يعني، ولا رجع الكابتن، كابتن هشام رجع. طيب خلينا نروح.